يوم اختار حبر الاعتدال أن ينطق في قلم سيد العمامة سكب، وحين قرر الفكر أن يمسي كلاما على ذاك اللسان النقي جعل موطنه. فالحوار لم يدرك يوما أن المرض سيخط على صفحاته حكاية غياب من كان للعلم والدين موطنا رحبا. هو العلامة السيد هاني فحص إلى ذمة الله ينتقل إثر مشكلات في الرئة. ومن كان يقول إن دارة رجل الدين المسلم الشيعي داعية الحوار بين الأديان ستغص بالمعزين قبل أن يطوي سيدها عقده السابع من جبشيت التي كانت مسقط رأسه، هاجر إلى النجف حيث نال إجازة في اللغة العربية والعلوم الإسلامية. عاد إلى قريته وعليها أغدق عرق الجبين، ففيها حل إماما انتسب إلى حركة فتح من دون أن يتخلى عن انتقاداته لدور قياداتها في الحرب اللبنانية. ومع انطلاق الثورة الإيرانية كان جسر تواصل بين ياسر عرفات والإمام الخميني، هو الذي لم يوفر فرصة لتوطيد علاقاته مع قيادات إيران التي فيها مكث 3 سنوات مع زوجته وأبنائه 5. هو المسلم والمسيحي والدرزي والعلماني، هو السني والشيعي، هو اللبناني والفلسطيني والسوري والعراقي والإيراني، هو الفكر الذي فيه اجتمعت أقطار الدنيا والدين. أسس مع سمير فرنجي المؤتمر الدائم للحوار، ويعتبر من المؤسسين للفريق العربي للحوار الإسلامي المسيحي، وهو عضو في الهيئة الشرعية للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. في استوديو الام تي في عن الاعتدال والتعايش كان الحوار. انه كمان في تحدي للمسيحيين، للطرفين القويين في المسيحية، ضروري الاختلاف يظل دائما صراع ومشروع للإلغاء. مثل ما قدموا المسيحيين في لبنان نموذج او مثال لإدارة البلد بصرف النظر عن الدفويات السياسية اللي حصلت، الآن مطالب فيهم منهم لحتى يقدموا درس في أنه كيف الاختلاف السياسي. كل هذه الصلوات صارت كافية لصنع إله أشفق علينا بنفس بسيط ضئيل قصير، نفس واحد فقط. هكذا صلت كريمته قبل أيام من وفاته، وهكذا رثاه محبوه فور شيوع خبر الرحيل. 14 كتابا مطبوعا ثمرة مؤلفاته، وعدد لا بأس به من الكتب غير المطبوعة تنتظر أن تحمل توقيع الراحل العلامة السيد هاني فحص.